وعليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناتنا منوعات وملك فلوس، ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض وجبة سمك كده، هي عندي اوردر يعني، فقلت اصوره معاكم. بس يعني انا ايه بقى، ايه حضرت الحاجة معلش عشان خاطر ملك مش هنا، مش هتعرف تصورني. تمام، احنا النهارده هنعمل ده سمكة بوري نص كيلو. تمام، انا عاملاها في صينية. طبعا بقى الخلطة دي طماطم على بصل على ثوم على ليمون على ملح على كمون على شطة حمراء على شطة على كزبرة خضراء، الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. طبعا على زيت حشيتها من جوه وحطيت تحت حطيت تحت السمكة ورشيت عليها تاني كده اهوت ملح وكمون وشطة حمراء، وهدخلها الفرن طبعا عشان خاطر تنشف. تمام، وهنعمل رز البصل. تمام، المحمر بحمر البصل اهو، احنا هنعمل رز البصل بس مش هنحط عليه طماطم ولا هنحط عليه اي حاجه، والرز اهوت احنا غسلاه. وهنعمل كمان سمك مقلي بلطي. معلش بقى، هي تعتبر الوجبه جاهزه كده اهوت، بس انا غصب عني والله عشان خاطر النهارده زي ما بقول لكم كده ملك يعني ما نزلت مش هعرف اصور واعمل في نفس الوقت. طبعا السمك احنا غاسلينه طبعا حلو، السمك البلطي دوت السمك الكيلو 4 سمكات. تمام، حاطين عليه بقى التتبيله بقى اللي انتوا عارفينها، الشطه الحمراء على الكزبره على الثوم على الكزبره الخضراء على الليمون على الكلام ده كله، وحشيته من بره من جوه. وانا بحب اقطعه كده من لما تبقى السمكه كبيره عشان خاطر ينشف معايا. تمام، دلوقتي انا هحمر البصل اهوت، احمرها معاكم البصل اهوت بقى، هنحمره مع بعض انا وانتوا. انا عايزاكم تباركوا لي يا جماعه، المنتدى نزل لي الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. انا فرحانه جدا 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 ان المنتدى نزل والله. كملت الشرط الاول على خير، هو طبعا كملته متاخر يعني، بس الحمد لله ان انا كملته. عقبال اخواتي يا رب اللي لسه ما نزلهمش المنتدى، ان شاء الله يجي رمضان واحنا كلنا مجبورين الخاطر، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص رمضان الاسبوع الجاي، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى اهل بيتكم كلكم اجمعين. بعد الايام كده وانتم طبعا عارفين بقى، لو تابعتوا معايا الفلوج اللي انا نزلته المره اللي فاتت، بصراحه كان فلوج جميل، قلت انزل اصور في السوق بقى وفي السوق في الهايبر وفي الكلام ده كله، الاجواء الرمضانيه اللي انتم عارفينها ديت. وعايزاكم طبعا تعملوا لي اللايك يا جماعه، بالله عليكم كل مره اقول لكم يا جماعه اللايك، الاقي الكومنتات كتير واللايكات شويه، اللايك مهم جدا يا جماعه، احنا عايزين نكبر مع بعض، احنا مش هنكبر لوحدنا كده والله العظيم. انا يعني احنا عايزين نحب الخير لبعض كلنا، فبالله عليكم تعملوا لي لايك لام ملك اللي بيحب ام ملك، وكل سنه وانتم طيبين تاني. فانا دلوقتي بقى ايه، هحمر البصل، وطبعا بما ان المنتدى نزل كمان باذن الله هنفتح بقى حفلات وننزل لينكات ونكبر انا واخواتي مع بعض ان شاء الله. انا هفتح حفله قريب باذن الله، انا كنت ناويه بس ماجلها الحفله لما المنتدى ينزل، هو اتاخر شويه وقعد حوالي اسبوع او 8 9 ايام قبل ما نزل، مش عارفه اتاخر كده ليه، بس الحمد لله ان هو نزل في الاخر يعني. فان شاء الله نفتح حفله مع بعض وعايزاكم تخشوا لي فيها، وبالله عليكم ما تنسوش اللايك بقى. انا بقى دلوقتي هحمر البصل وهحط الرز، وبعدين هنحمر السمك البلطي اللي انتم شايفينه اللي انا وريته لكم شويه ده، ولو عرفت يعني اوريكم وانا بحمره. وطبعا هنحط على التتبيله بقى اللي هي الدقيق، دقيق ونشا وملح وكمون. بصي السمك بتاعك هيطلع تحفه 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 لو عملتي بالتتبيله دي ان شاء الله، وهرجع لكم تاني باذن الله، استنوني. الرز اهو بعد ما حمرت البصله، شايفين هو الجماعه اللي طالبين الرز مش عايزين عليه طماطم، انا بحب احط عليه طماطم والله يا جماعه او صلصه، يعني بحب رز البصل بصلصه، بس هم مش عايزينه كده، هم عايزين البصله محروقه جامد كده زي ما انتم شايفين، وهيبقى لونه بني طبعا عشان خاطر البصله اتحمرت جامد. تمام، وحطيت عليه ملح وحطيت عليه كمون، وهسيبه بقى لما يختم يعني يشرب ميته ويتشرب. تمام، انا بقلبه بس عشان خاطر الملح والكمون، وهغطيه وهرجع لكم تاني باذن الله لما نيجي نحمر السمك. السمك اهو بعد ما طلعناه من الفرن اللي هو السمك البوري. تمام، وده الخلطه اللي كنت تحتيه، وادي الرز اهو بقى لونه بني عشان خاطر البصل احنا حمرناه جامد، ما كانش محتاج لا صلصه ولا اي حاجه خالص. والسمك اهو بعد التحمير يا جماعه ناشف كمان عشان خاطر احنا حطينا في على الدقيق نشا والتوابل بتاعتك الكمون والملح والنشا. تمام اهو، يا رب ما اكونش طولت عليكم والفيديو عجبكم النهارده، ومعلش سامحوني عشان انا
ما صورتش الحاجة ديت يعني وانا بعملها من الاول، عشان خاطر ملك مش هنا، فما كنتش هينفع اصور واعمل في نفس الوقت. تمام، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.